ليه نقطع الشارع التاني؟ هو البلد هنا شارع تاني، هنا شارع تالت. هو بدك تقطع الشارع. لك يا عسكري مجموعة جزرة هون، بس طلعوا على البريد وبصيروا هون عليهم. سلم حالك وعليك الأمان والله. كتائب غرباء الشام يا عسكري لفرع الأمن. في مدينة رأس العين احكي حكي. إذا سلموا أنفسهم، ولكن يا عسكري يرفضون الاستسلام. لك يا عسكري سلم حالك وعليك الأمان. يريدون أن يقتلوا الشعب السوري. الله أكبر. ما صارت عيدة عيدة. الله أكبر. عيدة 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 عيدة. طلقة طلقتين بسرعة بس. خلص المغزى. معي أنا أسمعش أبوي. اسمع. الله أكبر ولذة الله. مدينة رأس العين. لك يا عسكري. فرع الأمن العسكري بمدينة رأس العين. لا خلينا نطلع أحباب يا عسكري. ولذة لله. كتائب غرباء الشام تنصح العساكر والمتطوعين في فرع الأمن العسكري بالاستسلام. الله أكبر ولذة لله. لك يا عسكري. خبر عاجل، معامل الدفاع صارت براس العين. يعني ضرب ساعة 2:05 وبعدين. لك يا عسكري تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ضربنا الجناية، ضربناها بالصواريخ. الجناية بس طلعت من هون وطلعت.